تركمانستان، الدولة التي لم تسمع عنها الكثير أو ربما لم تسمع عنها مطلقا. هذه الدولة فيها طقوس جميلة جدا وهي مناسبة للسياحة، كما أن هذه الدولة هي الدولة الوحيدة بالعالم التي لا يدفع بها المواطن كل من خدمات المياه والكهرباء والغاز منذ عام 1993، بحيث تعتبر هذه الخدمة أساسية ومجانية للجميع، كما أن جل سكانها من المسلمون. ووصل معدل النمو مؤخرا في هذه الدولة إلى 7%، ويعد أحد أشهر أطباق المطبخ التركمانستاني أرز بيلاف، الذي يحوي على عدة أنواع من الخضار والأرز وقطع من اللحم، كما يقدم في المناسبات والطقوس للضيوف. هذه دقيقة واحدة، نراكم في الحلقة القادمة.